ارحب بكم جميعا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في لحظه نعتبرها لحظه تاريخيه، وهي التاسيس للمقر الوطني للاعلام والصحافه التي تشكل محطه ونقله نوعيه في تاريخ الاعلام بلادنا. قبل بدايه اشغال المؤتمر التأسيسي والجلسة الافتتاحية نقف دقيقة صمت ترحما على الراحل الصحافي والإعلامي الغماري وكذا كافة ضحايا كوفيد 19. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نجدد الترحيب مرة أخرى بكافة الزملاء والزميلات، ونعطي الكلمة للمكتبة التنفيذية التي سيقدمها الأخ الأستاذ عبد القادر العامري. شكرا أخ الحطبي. أخواتي إخواني في الصحافة الإلكترونية وفي الصحافة الورقية، أهلا بكم، أهلا بالمتتبعين الكرام. اليوم احنا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنخيل بالدار البيضاء، كنشهدوا على تأسيس واحد المولود جديد اللي هو النقابة الوطنية للإعلام والصحافة. من بعد أكيد قبل شهور تأسست النقابة الوطنية للمستخدمين، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم كنزيدوا يعني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتزيد تدخل القطاع من باب أوسع. كاين النقابة الوطنية للإعلام والصحافة اللي كتجمع كل هو إعلام رقمي أو إعلام إلكتروني، بالإضافة للمجموعة ديال الورقيات وأيضا الإخوان في مجموعة ديال الإذاعات الخاصة. ما يمكن لنا إلا أننا نفرحوا بزاف بهذا المولود ونتمنوا المجهودات اللي غادي يقوم بها، خاصة أننا طلعنا على الورقتين أو حجر الأساس اللي هو القانون الأساسي والملف المطلبي اللي فيه مجموعة ديال المطالب مشروعة. ما يمكن لنا حنا اليوم إلا تكلمت معكم حتى كصحفية، ما يمكن لي إلا نضم صوتي لصوت مجموعة ديال الإخوان والأخوات هنا، أننا نناضلوا من أجل القضية ديالنا اللي هي قضية الصحافة الوطنية والإعلام الوطني، اللي نزيدوا نرقاو بصاحبة الجلالة أو بالسلطة الرابعة للمستوى المنشود اللي يمكننا كنتمناه واللي كيتمنى أي واحد فينا. الجميل في هذا المجمع هو أن واحد الجيل ديال الشباب اللي كيطمح أنه يوصل أو يلقى بهذا القطاع هذا. كيمكن لنا إلا أن نكونوا احنا كمستخدمين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو النقابة يعني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أننا ننضموا يدنا، نحطوا يدنا فوق يد هذا المولود هذا باش نمشيو قدما لتحقيق المطالب كيف ما قلت من قبل أنها مطالب مشروعة، ونوصلوا نحقوا التوازن اللي كيطمح ليه أي شاب وشابة في هذا القطاع. أن نخرج بإطار جديد اللي هو النقابة الوطنية للإعلام والصحافة. بطبيعة الحال كمكتب تنفيذي تابعنا مع إخوتكم في اللجنة التحضيرية. الوقت اللي كنا كنحضروا لهذا اللقاء، وأنا كنتحدث كنقول لهم بأن إن شاء الله بهذا الجمع وبهذا الناس اللي حضروا معنا وبهذا التنظيمات الكبيرة اللي حضرت معنا، أمور كتبشر بالخير. وأنا كنتكلم كنقول لهم بأن غادي نبداو كبار، فمن هنا مجاز اللغه تيحلني لواحد السيد كيقول لي لا ما غنبداوش كبار، لان اللي يبدا كبير تيمر بسرعه للشيخوخه. اذا هذا المولود الجديد هو مرحله جديده في نضال مهني جديد تيتعزز بكفاءات شبابيه وقدرات على المستوى الوطني،
وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذا المولود هذا يحقق المطالب المشروعة لمهني الصحافة والإعلام في المغرب. إذن إلى الأمام، نتمنى النجاح لإخوتنا وأخواتنا في أشغال مؤتمرهم التأسيسي، نتمنى التوفيق لما سيتمخض عنه هذا المؤتمر من جهاز تنفيذي سيقود هذه النقابة إلى دفاع عن حقوقها ومكتسباتها والتطلع لوضع أفضل لرجال الصحافة والإعلام. تحياتي لكم ولكم جميعا، وأتمنى لكم باسمي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية الشؤون باسم المكتب التنفيذي النجاح في مؤتمركم، وشكرا لكم.